نمشي لاخبارنا، نمشي لاخبار بلادنا صخت الرون. نبدا بن قردين. عدد من التجار اغلقوا البارح الطريق المؤديه الى المعبر الحدودي راس جدير، وبحسب عدد من المحتجين هذوما فانه التحركات هذه تاتي كرد فعل على عدم تنفيذ القرار القاضي بفتح معبر راس جدير الحدودي امام حركه انسياب السلع بين الجانبين، واضافوا بانه مصالحهم التجاريه متعطله واصبحت موارد رزقهم مهدده في ظل افتقار مدينه بن قردين لمقومات التنميه البديله، وطالبوا كيف كيف حتى السلطة التونسية بأنها تكون أكثر حزم وأكثر جدية في التعامل مع، خلينا نقوله، مع السلطات الليبية. يباغي الليبيين عاملين هما لو بلوكاج اليوم أونكور أون فوا، إذا لقاو رواحنا احنا التوانسة ضايعين في اللعبة. ضايعين على خاطر تشوف انت لا جمهوريه تو يصلح الاستامبا يقول انا مع ضربات امميه تحت غطاء اممي في ليبيا ضد الدواعش وغيره، لكن في نفس الوقت ويساند حكومه السراج، لكن في نفس الوقت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما زالت المشاكل قائمه. احنا قلنا نبعثوا السفير نتاعنا، قرروا باش يبعثوا السفير ديسيجن، لحد الان ما عرفناش كيفاش جسدت القنصلات وكيف كيف، وتنظيم الامور مع الليبيين خاصة وأنه عندنا مناطق حدودية تعيش من ليبيا، وكذلك على الليبيين يعيشوا من تونس، ما تنجمش مسألة تكون أحادية، يا أخي التبادل هو التبادل. التبادل هو التبادل. معناها المعاملة بالمثل هو أساس تجاري، ومن بعد المبدأ هذا مشى للدبلوماسية ومشى للعلاقات الدول فيما بينها، هو حتى علاقات الأشخاص، يقول لك اللي يبيعك بالفول باع بالقشور، واللي يحطك في خديه يحطه في مامو عينيك، يعني سيدي سويد، دونك الدنيا ديما معاملات، هذاك هو الأساس. نلاحظوا وأنه الحكومة هذه رئيس الحكومة مشى بن قردين وقرر القرارات، يقول لك ما تفعلتش في عندكم، قال باش نعملوا هذا، شفت كل مره يمشيوا لبلاصه ولاو دو فاتور دو تروبل، يمشيوا لبلاصه يجيوا يقولوا انا باش نعملوا هكا، ومن بعد يخرج الناطق الرسمي سي خالد فولجيت او سي خالد شوكيت فهمني، يخرج في الاخر شفت ما يمد في وجهه في البلاتو، في الاخر ترسلوا في 800 وفي تتيح قدر وفي مسائل اخرى، ماهمش لاهين بالخدمه نتاعهم، حتى تروحوا قبل وزير الماليه السيد وزير الماليه توا وزير التجاره وزير الماليه توا تسميات جديده تغرم اي هاو وتغرم وكل نهار نهارين مدد وجهه زاد في اذاعه ولا في تلفزه وهاو في سيدي بوزيد هاو في كذا هاو من واشنطن هاو يحكي هاو غيره، دونك تغرموا هما بلا تشاتش، تغرموا بالصوره مش فاهمين، وانه احسن صوره تعطي على روحك هي الخدمه نتاعك. السمعه قال امرؤ القيس بن حجر كان على اسنانها بعد هجعه سفرجا او تفاحا في القنديل العسل، تعرف شنو الحكايه هذه؟ مسا بكري كي يخطبوا المراه يمشيوا لها بكري الصباح كي تقوم انه تبدا شفشه ولا تبدا عفشه لا ولا تبدا عسله عسله، معناها هو شو يقول بعد الهجعه هي النوم كان على اسنانها بعد هجعه سفرجا او تفاحا في القنديل والعسل ولي ولها في الناس قول وسمعه ولي ولها في كل ناحيه مثل. المساله هي السمعه، والسمعه هذه كيفاش تجي؟ تجي بالانترانسيك ما تجيش بالظهور، سي لاتر سي با لو باغيتر، احنا لا ديالكتيك في تونس تردو بين لاتر لو باغيتر، لو باغيتر يحبوا يظهروا كلهم جون برومي وتونس وكذا، اي لاتر نتاعهم مخلوبه، يعني تو تشوف ياسين ابراهيم الوزاره نتاعو محروبه، حرب متاليت قائمه بين دي ديبارتمون وبين حتى البنيات عنده جوج سيدي في الوزاره. سي سليم شاكل كيف كيف مخروبه في الداخل، هو نهار كامل مادد ميكرو إيه، ولكن هاو ادخل انت اليوم سليم شاكل معناها يقول نعمل اللي يحب وتكلموا كيف ما تحب. ياسين ابراهيم اوموا يقول انه ضد مثلا الاداره وضد هل معناها توا توا بدا يقول هكا توا بدا يقول هكا قاعد يتحرك معناها توا تبدل في المده الاخيرة تحسوا انه موقع موقع جديد، لكن حتى شهر التاني كان كيف وكان حبيب الصيد كان مستكوزي فهمني، مستكوزي سيتي بوبي روس من حبيب الصيد، تحل ياسين ابراهيم يخرج لك حبيب الصيد، ولا تحل حبيب الصيد يخرج لك ياسين ابراهيم، توا اختلفوا لانه لعبوا بهم اللعبه وفهموا انهم هما حذاره وحماله في النازله، وانه ما ثماش رباعي بقدر ما ثم ثنائي، وهما صبابة من عديدين بداوا هكا جملة واحدة يتجذلوا. أما بالنسبة لسليم شاكر في باله أنه العمل الحكومي هو في الدوباج الإعلامي أو في الظهور الصحفي، هذيك ما هي إلا صورة، أون فان دو كونت الإعلام ما هو إلا صورة للواقع، كي تعمل دوباج غادي يزيل ولازم التوتمانيير لازم يلقى هنا من هنات ولكل جواد كبوة، هو إلوا ذات جواد، هو معناها سيتان شوفال باتخاك خلينا نقولوا. مد الأربعة ولا كذا يمشي بالسيف أربعة دبك دبك احنا نقولوا، كل أربعة دبك دبك واثنين شالابالا
الوذنين ذوك هابطين، واحد تل الليري مازال نتاعو معناها هو هو سليمان بعد دبك دبك ماهوش حاجه اخرى. دونك نهار كامل هو يحكي حكايات باش يوريك وانه الاجراءات ما مشاش رئيس الحكومه لبن قردان باهي، ولا الحكومه مشاش الكاف هاي خايف في كيف، وعلاش خايف في كيف على على الزياره نتاعو بالذات، باش يوريك وانه اليوم مفروض اهالينا في بن قردان لو ثم اجراءات عاجله واجراءات اجله اموين تلم دايون. كيما كي تبدا ثم قضيه قدام القاضي يقول قوم قضيه استعجاليه ناخذ دي مزور كونسيرفاتوار من ساعه الى اخرى وتنفذ حتى على المنسوده، والاخرى قضيه اصليه تو ننظروا فيها، قضيه اصليه تنجم تاخذ وقت، الاجراءات الاجله تنجم تاخذ وقت لكن ما تنجمش تفوت عام فهمتي، والاجراءات العاجله ايسي اي ماتنون ايك اي نونك كما نقولوا باللاتينيه توا الان وهنا فهمتني، مفروض وانه اجراءات اتخذت لصالح ما كانش حتى مع الطرف الليبي يا اخي ابري تو كل شيء خانكتو قتال ليه قال لك احنا نسكروا الحدود كاريمون عندهم الحق التجار اي اي تجار معناها في الحرب هما تقول انت كي 4000 عائله عايشه من الاقتصاد مع ليبيا ديريكتومون والاقتصاد بمختلف الاشكال نتاعو وانت العائله معناها كي تاخذها انت فيها خمسه اشخاص توصل فاسيلمون 20000 شخص وتاخذ فامي لارجي خاطر في الجنوب نتاعنا خاصة مازالت لو كونسيبت دو فامي لارجي وحتى الناس تسكن مع بعضها غير دونك تلقى الحكاية تلم 40 50 شخص كاريمون كي سون ديريكتومون امبليكي في الحكاية هذه، واحنا قاعدين في البلوات نتاعهم يدو سافريا كي يتعداو ينظفوا لهم ويعملوا لهم ويبدلوا لهم حتى الجر ويدهنوا لهم الكيس العقلية ما تبدلتش معناها فوالا دونك هذاك علاش خلاوا انه سيتون بودغيير دونك الاجراءات العاجلة يجب ان تتخذ والسادة الولاد يقوم بالدور نتاعهم. الوالي لو هو الأداة التنفيذية نتاع السلطة، الوالي والمعتمد والعمدة ورئيس البلدية هما هذوما، معناها إذا كان هذوما ما يقوموش بالعمل نتاعهم علاش هي الدولة هي؟ رئيس جمهورية قاعد في كارتاج يخرج برا في قداش يقول كلمتين ويروح، رئيس حكومة فهمني عنده من السندروم نتاع السيكستراسيون كانوا عاشوين طول دو كلوستراسيون مش دو كاستراسيون جو دي بيان دو كلوستراسيون كلوستراسيون دو كاستراسيون بوليتيك معناها اي كلوستراسيون نفسه قاعد معناها في صومعته صومعه التوحد فهمني مترجمه سي ظفر ناجي باش يسهل باش يسهل على الرقم قلنا له احنا تو دو كلوستراسيون مش دو كاستراسيون فالصومعه يا سي ناجي ولو ثم خصي سياسي هو معناها اما ما يسالش احنا نحكيو على كلوستراسيون هي الصواب اللي يحكي عليها القران اللي كانوا فيها الرهبان واللي راه بحيله شاف منهم سيدنا كان مسافر الى 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 دمشق ومشيت لها انا هذيك في مهدبة في مهدبة في الأردن كنت مشيت أنا ومعايا ليزا الكافي ومعايا أمنة صولة ومعايا بعض الزملاء وسيد سيد خشانة وقتها وغيره هذا البورديل اللي باش يوريك اللي اليوم هي السلطة ولا التوحد وإجراءاتها إعلانات هاني قلت لك هما لا تخلو باغيتر سيتون ديالكتيك توردو معناها واقف واحد قدام المراية ويقول انا فينو انا متربي انا ولد عائله انا كذا وكذا وهو دوب يدخل من الدار تلقاه عنده تصرفات اخرى معناها الشكل يقولوا لابيدو في بالموان الشكل والتصريح حب يغلب الاصل عليك ثمن مشاكل تاع بن قردان تقول انت اليوم سو غوفرنمون اي اوتيست هكا ولا اي في الاوتيزم التوحد التوحد لكن التوحد مع هذين مع هذين معناها عندهم لوتو ريفيرونسياليزم معناها عندها اوتيزم ودلوقتي. معناها جيماجين انا الحبيب الصيد انت تفرش في فيلم مش ابوكاليبس يمكن هو الابوكاليبس ناو الابوكاليبس ناو وقت يتعدى هكا يغزل روحه في الملاي نتاع الكهرباء يقول اوه كم لو سويبو الحبيب الصيد يظل لك يتعدى يشوف كهرباء ولا ملاي هكا يغزل روحه يقول با 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 ما الله هدي ميرا في زمان كما يقولوا في الساحل يا حوات يا حوات يا حوات يا حوات هليلة المباركة هليلة سعيدة سيدي الحبيب يتعدى يا حوات هما المشكلة أيوة. المشكلة هي وأنهم الشكل طاغي على الأصل وعليك توا قاعدة كل مرة تطلع مشكلة من جهة من الجهات خاصة في المناطق الساحلية وفي المناطق الداخلية أطول بعض الأخبار بعد أخبار الرياضة